بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 78 من سورة النساء. ونحن هنا ننتقل من روضة إلى روضة، والله العظيم ننتقل من روضة إلى روضة، من 9 آيات نزلت في تبرئة يهودي ظلمه مسلم، إلى حديث النجوى، إلى ميزان الحسنات والسيئات. الله تبارك وتعالى وضع لنا ميزانا للحسنات والسيئات. بعض الناس قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا نحن أبناء الله وأحباؤه، ومش هيعذبنا وهيدخلنا الجنة على طول. في بعض الشعوب يعني بتعتبر نفسها كده شعب الله المختار، وربنا مش هيعذبنا وهيدخلنا الجنة وبس. وبعض الناس قالوا لا، ده احنا لنا نسب، والنسب ده مع الأشراف، واحنا ما دمنا من الأشراف ده احنا مش عارف ايه وايه وايه. الله تبارك وتعالى أنزل قواعد، آيات ثابتة في سورة النساء. يقول تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما حدش يقول ان انا مش هتحاسب. من يعمل سوءا يجزى به، خلي بالك بقى معايا، اللي يعمل غلط هيتحاسب عليه. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. ما تتمنوش يعني ربنا عمل ميزان وعمل حساب، يبقى في ميزان وفي حساب، ولن يستثنى من ذلك احد. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يا رب استر يا رب. عملك صالح، حسناتك كثيرة، سيئاتك قليلة، إن شاء الله ترجو رحمة الله وتخاف عذابه، يعني فيه خوف ورجاء، أنت إنسان عظيم أوي. لكن اوعى تقول لنفسك لا، ده أنا ليه عند ربنا كتير قوي، ده أنا صمت كتير وصليت كتير وزكيت كتير وحجيت كتير وأقمت الليل، ده أنا ليه عنده كتير، أو مالكش عنده حاجة. ما تعملش كده، يعني ليس بأمانيكم. اوعى انت تعمل الصالحات وترجو من الله القبول، تعمل الصالحات وتدعي انه يقبل، يعني تعمل الصالحات وتكتر وتدعوه ان يتقبل، يتقبل او لا يتقبل ده يعني. ليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، وربنا بيقول اهو، او تفتكروا ان هقبل من الذكور والاناث؟ لا، او العكس، او انا بفرق ما بين الذكر والانثى؟ لا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. يبقى المراه لو عملت صالح مش هتاخد نص الراجل؟ لا والله، هتاخد اجرها كامل. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ومن أحسن دينا، يا الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف. أنت هتلاقي أحسن من ده؟ هتلاقي أحسن من اللي أسلم وجهه لله وبقى سلم كده للناس، مصدر سعادة للناس، مصدر أمان للناس؟ نتمنى في كل أسرة، في كل أسرة إن في حد مصدر أمان ومصدر سعادة، بيطبطب على المبتلى ويشوف حد مصاب يخفف عنه، حد كده في كل أسرة، في كل عيلة، في كل شارع. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. وإبراهيم ده كان كريم قوي، أما كان حد بيخش له ضيوف يذبح لهم عجل. واتخذ الله إبراهيم خليلا، لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الله 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 الله، يا سلام يا سلام على هذه الآيات الجميلة. يقول تعالى في سورة النساء: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم. عاوزين ايه في النساء؟ بعض الناس كانوا بيتجوزوا اليتامى وما يدلهمش مهر ولا حاجة، ولا كده يتيمة، لاجئين، شعوب، حروب، ناس راحوا لناس، قبائل اعتدى على قبائل، حروب، دايما بعد كل حرب وبعد كل نظام فاسد وبعد كل مهجرين تلاقي ناس، أسر يعني لها ظروف خاصة. المفروض ان انت لما تتجوز واحدة منهم بتراعي الأسرة كلها، بس لازم تديها مهر ولازم تديها نفقة ولازم ده شرع ربنا. فربنا بيقول كده: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. في حد يتجوز واحدة من غير ما تديها حاجة؟ اللي يتزوج امرأة بغير مهر فهو زنا. وإيه كمان؟ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. عايز تتزوج امرأة لا بد أن تدفع مهرا. والمستضعفين من الولدان، والناس المظلومة اللي بتاخدوا فلوسهم، اليتامى
وفي بعض الناس يكونوا اخوين، اخين شريكين ولا قرايب، وواحد منهم يموت يروح واخد الصاحي منهم، يروح مستحوذ على الشركه ومستحوذ على الارض ومستحوذ، واليتامى دول مش لاقين حاجه. وبعدين بعد كده ما يكبروا يقولوا ده انا اللي شلت الشركه وانا اللي رعيت المشروع وانا اللي، للاسف الشديد كل دي الاف الحالات موجوده حوالينا كل يوم، والله الاف الحالات كل يوم. والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليم. ابوهم مات، ابوهم ما ماتش لهم حق. احنا عندنا حتى لو واحد راجل عنده كذا ولد او كذا بنت، وواحد من الولاد دول اتجوز وخلف وهو الولد ده مات الوريث وله احفاد، الاحفاد دول ما لهمش في التركه بس لهم بالوصيه، بياخدوا نصيب ابوهم او نصيب امهم. وتنقلنا روضة القرآن العظيم، تنقلنا من أحكام النساء إلى إحكام الإصلاح. أحكام الإصلاح دي جميلة جدا، أحكام الإصلاح جميلة جدا. ليه؟ عندنا في الحروب، بلاش في الحروب، عندنا مثلا ممكن تكون في بعض العائلات حصلت ظروف، حد مثلا شاب صغير متجوز واحدة مخلفة عيلين ثلاثة طفلين، والراجل ده مات في مرض، مات في حادثة، مات في غسيل كلوي، مات في ورم، مات، فبقى عنده ثلاث أطفال وامرأة شابة صغيرة، فالمفروض إن حد من العيلة هيتجوزها لازم، يعني أخوه، عمه، خاله، يعني حد من أقارب الزوج هيتجوز الزوجة دي عشان يرعى اليتامى دول. فإذا التعدد فرض، تعدد الزوجات فرض، هيبقى في عندي ظروف إن أنا هتجوز امرأة تانية. طب المرأة التانية دي بقى أحكامها إيه؟ المرأة الثانية أو الزوجة الثانية ممكن تكون هتظلم الأولى، بس الزوجات لهم أحكام ثلاث. إما أن تكون زوجة يعني كبيرة السن أو ملهاش في الزواج، فتقوم تتنازل عن ليلتها لأختها، زي ما حصل مثلا من السيدة سودة. السيدة سودة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت زوجة مسنة كبيرة في السن، فتنازلت لليلتها لعائشة رضي الله عنها. خلاص، خلي بالك الكلام ده قرآن هقوله دلوقتي. خلاص. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني جوزها ما بقاش يعني يحبها قوي، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. أنا عايز أكسب الزوج ده، عاوز أديله حاجة، عاوز أرقق قلبه. فالسيدة سودة مثلا تنازلت عن ليلتها إلى السيدة عائشة، لأنها عارفة أن النبي بيحب عائشة، فقالت يا رسول الله أنا عارف أن أنا امرأة مسنة وليس لي رب، فيعني تنازلت عن ليلتي للسيدة عائشة. يبقى ممكن المرأة تخاف من جوزها نشوز أو إعراض أو غضب أو فتصلح صلح أو تتنازل تنازل. وبعدين ربنا بيقول والصلح خير، والصلح خير. طبعا ممكن تكون المرأة هي الناشز وممكن يكون الزوج هو الناشز، مين محتاج لمين؟ وبعدين خلي بالك معايا، الحقوق لابد أن تراعى، سواء كان حقوق مادية أو حقوق جنسية. المرأة في أول حياتها يهمها أو الحق الجنسي في أول حياتها، في الشابة صغيرة في العشرينات في الثلاثينات، فإذا الزوج ضاع منه الحق الجنسي وما عندوش انتصاب وعنده سرعة قذف وعنده كده هيضيع المرأة، فما تقدرش تنزله عن حاجة، دي أول حاجة. لكن لو كان امرأة كبيرة مسنة وإنه الزوج ما عندوش ضعف في جنسي ولا غيره، فهي دي اللي ممكن يصح معها الفداء. يبقى الحاجة الأولانية أن تتنازل المرأة، الحاجة الثانية أنها تطلب حقها بالعدل. يبقى في زوجتين، يبقى في ثلاث ليالي وثلاث ليالي، أو ليلة وليلة، أو أسبوع وأسبوع، زي ما تشوف. الحل الثالث أنها بقى مش عايزة، يبقى ترضى الفراق أو ترضى الفصال، وبرضه ينفصلوا بحق الله وبرضى الله وبأخلاق المؤمنين. شوف ربنا بيقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه عشان تعرف أن ربنا معانا كل لحظة. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحة. لما نيجي نطلع الشح اللي جوانا بقى، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله بما تعملون خبير، ودايما المؤمن يطلع زيادة. طيب، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. واحد يقول لك خلي بالك مفيش حد يتجوز اثنين، ليه؟ لأن ربنا بيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. خلاص، ورغم لن تستطيعوا، أنت لغيت كل الآيات عشان أنت مش فاهم؟ يعني انت لغيت كل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لغيته عشان انت مش فاهم ولا لغيته عشان انت ضعيف جنسيا وما فيكش نفس؟ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طب الحل، فلا تميلوا كل الميل، ما تميلش الزوجه قوي 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 وتنسى الثانيه خالص، حرام عليك. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه.
طب افرض ان في واحده راغبه والتانيه ما عندهاش رغبه، ربنا بيقول وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. هي مش عاجبها بقى القسمه خالص ومش عاجبها الاصلاح، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته، مش عاجبها خلاص. يبقى الحل الثالث، يبقى اما ان تتنازل كما تنازلت سوده عن ليلتها، واما ان ترضى القسمه، ها وده شرع ربنا اذا كانت بتحب ربنا، واما ان ترضى الفراق وان يتفرق يغني الله كلا من سعته والله وكان الله واسعا عليما. سيدنا النبي محمد كان يعدل بين زوجاته ويقول يا ربي هذا قسمي فيما املك، انا قسمت الليالي فلا تحاسبني عما تملك ولا املك، اللي هو القلب، القلب والحب، وبحب مين اكتر ومين مين اكتر، زي الاولاد انا بعدل بين اولادي ما استطعت، الطائع والعاصي، البار والفاجر، اللي بيسمع كلامي واللي ما بيسمعش كلامي، انا اعدل بين اولادي، مش عشان ده بيسمع كلام اديله زياده، وعشان ده بكذا وده ما بيسمعش كلام احرمه من الميراث، لا انا اعدل بين اولادي الطائع والعاصي، اعدل بين اولادي وبناتي، اديت لدي غويشه يبقى ده غويشه، جبت لده شقه بجيب لي ده شقه، جبت لدي عربيه بجيب لي دي عربيه، اعدلوا بين اولادكم الطائع والعاصي، طاعته ومعصيته لله، لكن انت ما تسيبش اولادك اعداء، لانك اذا ظلمت بين الاولاد تركتهم اعداء. ان شاء الله نلتقي في روضه القران في حلقات قادمه باذن الله، انتظرونا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إني ببابك مولاي، إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ بك.